السلام عليكم. عليكم السلام. هشام جلادة، رئيس جمعية النجاح التنمية السوسيو ثقافية اجتماعية بيئية. هذه الحملة التحسيسية بدينا من 2018 الآن 2024، درنا بعدا حملات لمدة 8 شهور، نقينا فيها المقابر المسلمين، شدينا فيها الترخيص من المجلس الجامعي 3 شهور، في شهرين، في 3 شهور، والحمد لله ارتقينا باش فوقيت الزيارة تجي الناس فوق 4000، تجي المنطقة سيدي سبنيني خاصة المقبرة باب غمات، تنجيو تنوعيو وتنأطرو باش الناس لقيني نط مزاري خرجوهم على برا. ومن هذا المنبر ديال كلامكم تنديرو التعازيز سيدنا في الوالدة ديالو، والله يرحم جميع الأمة الإسلامية كافة، والحمد لله اللي تن الناس تنهضروا معاهم، كاين الناس اللي تيخوضوها مزيانة، اللي هذه قاعدة كانت شدوها والدينا واحد لمدة 70 سنة 100 سنة، والناس يدخلوا قنينات وتيخليوهم هنا. ارتقينا باش الناس يعدوا من 2018 لحد 2024، تنوعيو الناس باش القنينات يخرجوا على برا، والحمد لله الناس كي تنقولوا تواصلوا معنا وتجاوبوا معنا باش مقبرات ديال باب غمات نخليوها في احل، تكون نموذج على صعيد المملكه. والحمد لله الجمعيه فاش كتخدمت مده 6 شهور خدمت الامكانيات الذاتيه ديالها، وفاش تخدمت مده دارت فينا الثقه مجلس العماله، خدمنا واحد المده ديال 4 شهور مشروع الاوراش الملكي بشراكه مع السيد الوالي، خدمنا فيها في المقاطعات بربعه، مقاطعه سيدي سبنعلي، مقاطعه المدينه، مقاطعه النخيل، مقاطعه جليس، والحمد لله المنابر الصحفيه ديالكم اللي تكون ديما تتواصل معنا، شكرا لها بزاف لهذا مقابر المسلمين، وتنترحموا على والدينا وعلى جميع المسلمين كافه اجمعين. وحزننا حزن كبير في 2024 اللي هذيك شريفه مت جلاله الملك نصره الله، كانت تتعامل مع الجوامع بزاف، وكانت تدير الخير بزاف، وفي الخفاء الله يرحمها والله يخليها في جنة الخلد. وشكرا لكم وشكرا للمنابر الصحفية ديالكم، الله يوصل هذا الشيء ويديروا لايك بزايد، الناس اللي تيدخلوا المقابر يخرجوا القنينات ديال المزهر ويخرجوا الأزبال باش المقبرة ما يمكنش تزبل بوحدها. سي جلال، نعم، عندي واحد السؤال الناس تتهضر عليه، ولكن لأنه تيقول لك إلا بغيتي تحفر المقبر ولا كذا وصل 14000 وصل 20000، واش اللي تتشوف أنت كرئيس الجمعية؟ أنا تنشوف خص هذاك الشيء تكون شي كمجلس الجماعي اللي عنده مكلف بالمقابر ديال مراكش، يجيب العاملين اللي كاينين في المقابر كاملين ويحطوهم، وحطنا كحنا كجمعيات، وحط الناس اللي تيقول لك مقابر ب 30000 40000، وشرحوا لنا علاش هذوك الناس تيطلبوا هذوك الاثمنه، ما فيها حتى شي اشكال. اللي كاينين بعد الناس اللي تنقعدوا تنتسالوا معاهم، ماشي تنجيو من جهتهم تنتسالوا معاهم، تنقول علاش حسبت المقابر 14000 ريال، تيقول لك ها خسرت عليه وخسرت عليه الثمن الخدام، الثمن هذه هي الشيشه ليا، تتلقى الخدام تيدي واحد 3000، هذاك الاخر تيدي واحد 3000 اخرى، السلعه تدي واحد 4000 ريال، هذا هو الاشكال اللي تيكون. تيكون الناس، شكرا، واخر كلمه للناس المسؤوله. اخر كلمه للناس المسؤوله، الميزانيه ديال المقابر اللي تتعطى من المجلس الجماعي، تحاول جمعية النجاح على صعيد المملكة الصيد ديالها كاين، وعلى صعيد جهة مراكش أسافي الصيد ديالها كاين، وتتخدم بالمجانية في الحملات التوعوية. هنا تتمنى تكون لها واحد الميزانية في الحملة التوعوية والتنقية وعلى طول السنة. السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم الزيارة خويا، الله يرحمهم الله يرحمهم الله يرحمهم، الله يغفر لنا ولهم. حنا في الروضه هنا ديال باب غمات سيدي يوسف بن علي، 30 هكتار، الله يرحم هاد الناس الله يرحمهم. هاد الناس هم السابقون ونحن اللاحقون ان شاء الله، اسال الله لنا ولهم العافيه، الله يغفرنا ويغفر ليهم الله يرحمهم. اليوم كبير عند الله، اليوم الزياره تيجيو الناس باش يزوروا احبابهم والديهم وخوتهم، والحمد لله اليوم الروضة عامرة 30 هكتار، والله يرحم هاد الناس الله يغفر لنا ولهم، يجد عليهم الرحمة الله يرحمهم ويجد عليهم الرحمة كفارة الذنوب، آمين. يجدد عليهم الرحمة، الله يجدد عليهم الرحمة، هذا الشيء ما نقوله. كاع اللي بغى يدخل يزور والديه ولا
با ولا مو ولا خو ولا اختو، الله يرحمهم ويجدهم في هذا النهار الكبير عند الله. الله يرحم جميع المسلمين. جيما كوكاب ولا لاكاب. الله يرحم المرحومين وجيما كوكاب حتى الموت. الله يرحم اللي مات الله يرحمه ويوسع عليه. وجيما كوكاب ولا لاكاب لقى يجيبون. هاد الزيارة الله يرحم هاد الناس هادو مساكن واللي مات الله يرحمه واللي عايش الله يرحمه. اجينا نصوروا الفلوس، ناخذوا الفلوس، نطلبوا، نجقروا. الله يرحمهم ويوسع عليهم يا كاي، الله يرحمهم ويوسع عليهم. ديروا يا الواليد الله يرحمكم في هذا النهار الكبير عند الله، كاملين الجنة. صافي.